يا كابتن حماده. ازيك يا عامل ايه؟ ازي صاحبي؟ اخبارك ايه؟ وحشني يا راجل. انت اكتر والله. الله عسل. مش انا. لا منه الراجل ده. انا قلت لك بلاش. بحس انهم خبي في الجواكت بتاعته حاجات جوه كده. والله العظيم بحس ان في حاجه يعني عنده عمق برضه حسين زكي. ايه رايك؟ اه والله عنده. بص عمق. ايه حكايه 17 مليون؟ فعلا الرقم اللي انا قلته ده صحيح؟ 17 مليون ايه؟ ده انت خدتنا في حته ثانيه خالص. انت يعني انت جايبني تلبسني صح؟ لا طيب ماشي اوكي. يعني انت داخل هوب دخلتنا من كاس العالم هوب. لا اصل انا قلت الرقم إيه بس يعني. 17 مليون لفريق اليد دي مستحقات بس رقم اجمالي صح. اجمالي 23 كمان؟ اه ده انا قلت انا مبالغ بقى و17 ده كتير بس لما يبقى حوالي حاجه قال لي 23. هي المشكله مش في كده. المشكله ان الحاجات دي يعني في بطولات من 2017 2016 بطولة السوبر مع كابتن مجدي. تاني قول لي في مكافئات تاني. بطولات اه فاهمني؟ آه. في احنا الفرقه الوحيده اللي في نادي الزمالك اللي لعبنا الموسم اللي فات كله كان فاضل عليه بس ماتشين. آه. فالنسبه المفروض ال 10% او 15% اللي هي بتاعت العقود نهايه العقد ما اتاخدتش. ظروف تراكمات فاهمني؟ من سنه كام؟ المفروض في مكافئات من 2016 لكن هي الفكره. طب انت ليه يا حبيبي كل ده؟ لا احنا فرقه الهاندبول ما بتتكلمش. أيوة بس يعني هقول حاجه. احنا بس 2016 ده رقم يا كابتن حماد من 2016. بص يا مهيب هقول حاجه. فرقه الهاندبول في نادي الزمالك هرجع اقول لك تاني هي مختلفه تماما ويمكن الكابتن حماد الروبي عارف الكلام ده. مختلفه تماما عن اي لعبه في مصر كلها. اه هي حاله يعني اللعيبه دي جت عليهم فتره كانت بتلعب وبتلعب بطولات وبتلعب بطولة افريقيا ما بتاخدش فلوس. اه مش بتاخد فلوس بتحب. بس هي المشكله ان الظروف دلوقتي مع تغيير مجلس الاداره. يعني انا واحد من الناس عذر الناس الجديده اللي جايه لاني ما كانتش تعرف. ايوه فاهمني؟ يعني الناس دي ما كانتش تعرف. اتحطت قدام امر واقع. اتحطت قدام امر واقع. الناس دي بتحاول تساعد. طب ساعدوهم. بس اللعيبه ما هو انت خلاص اللعيبه وصلت لمرحله اني مش قادر. فاهم؟ لكن انا شايف ان مجلس الاداره الناس بتتحرك بصراحه. يعني انا الناس على طول معايا على تليفون وبيتكلموا معانا. شايف ان الموضوع ده هيتحل قريب جدا يا رب. فاهمني؟ والناس شايفها ان هي متجاوبه جدا ويعني جايين بيحلوا في مشاكل من نادي الزمالك. يعني دايما مصدر سعاده لجماهير نادي الزمالك. ان شاء الله في الايام القريبه تبقى الامور كلها محلوله. برضه انت مدير فني واسم كبير وليك راي وليك صوت. ما احنا يعني هو الواحد انا من ساعه ما جيت الناس كانت ملتزمه جدا والناس كانت موجوده بطريقه تخيلها فاهمني. لكن الفتره دي الواحد مديهم اجازه شويه يريحوا من المشاكل دي والضغط. لان المفروض مش هتبدا تمرين واللعيبه يعني زعلانين محدش مستحمل فاهمني. طيب ففضلنا ان احنا يعني تمام